إذا كان من بين مرجعيات المقاربة الإبداعية مبادئ البيداغوجيا الحديثة، فهذه البيداغوجيا الحديثة تدعو إلى ما يلي: أولاً، احترام الذات الإنسانية. إذن نتعامل، ينبغي أن نتعامل مع الإنسان كإنسان، والإنسان له قلب وعقل وجسم، والإنسان يمكن أن يخطئ. طبعا الحال هنا يعني يمكن أن نتحدث عن بيداغوجيا الخطأ، يعني أن هذا الخطأ يمكن أن يكون منطلقا للتعلم. التلميذ أو المتعلم ذات فاعلة، يعني ينبغي، يعني كما تدعو إلى ذلك البيداغوجيا الحديثة، إلى الاهتمام بالطفل، الاهتمام بالتلميذ، ويمكن للتلميذ أن يكون فاعلا، بمعنى يمكن أن يكون منتجا، يمكن أن يكون مبدعا إذا توفرت بعض الشروط المعينة. إذا البيداغوجيا الحديثة تهتم كذلك بأنشطة التعلم أو الأنشطة التعليمية التعلمية. طبعا عندما نتحدث عن الأنشطة التعليمية التعلمية، فينبغي أن تكون هذه الأنشطة معدة لإحكام وإتقان، ويعني واضحة. البيداغوجيا الحديثة تدعو كذلك إلى تنمية المهارات والقدرات. البيداغوجيا الحديثة تدعو وتحث على الانفتاح على المجتمع والعصر. إذن البيداغوجيا الحديثة تدعو إلى المدرسة الثقافية.